السلام عليكم ورحمة الله. هشتغل على نفس الاكزامبل بتاع المرة اللي فاتت، هوضح بس شوية حاجات كده فيه. فطبعا لو احنا جينا نرن سطر سطر كده عشان نشوف لو في مشاكل ظهرت لنا، يعني ادي السطر الاول، السطر الثاني، والسطر الثالث. وعندنا هنا السطر ده لو انا جيت شلت مثلا اللي هو الجزء الخاص بيه الانبوت شيب ده وجيت اعمل له رن، ممكن بعض الناس يظهر لها مشكلة هنا. نزود بس لما نيجي نعمل له ران، ممكن ناس يظهر لها بعض الايه، بعض الناس يظهر لها الايرور ده. عشان نحل الايرور ده هيقول لي انت عندك الفلاتن دي، لازم تحط لي الانبوت شيب بتاعك. ايه الانبوت شيب ده؟ الانبوت شيب ده اللي هو الصوره اللي انت تدخلها الانبوت دي، الابعاد بتاعتها كام في كام. هنقول له هنا بس ايه، حاجه بسيطه جدا، اللي هو الانبوت اندر سكور شيب، ونقول له بيتساوي 28 و28، لان احنا عارفين الصوره بتاعتنا 28 في 28. ونيجي نرن السطر ده كده، مش هيحصل فيه اي مشكله. نبدأ نرن السطر اللي بعده، السطر اللي بعده، وهكذا عند الكومبايل. بعد كده الفيت، وطبعا اتفقنا ان الفيت دي هي بتاخد اكتر وقت عندي، لان هي فيها الايبوكس اللي هيشتغل عليها ويعمل تريننج ويعمل ابديت للويتس. وبعد ما يخلص طبعا الايبوكس، انا حطيتها ثلاثة تاني عشان ما اخدش وقت بس. وبعد ما اخلص الجزء ده كده بعمل بريدكت بالاكس تيست. فلما بعمل بريدكت، عاوزين مثلا بعد ما اخلص بس كده نشوف البريدكت هيتعمل ازاي. فبعد ما اخلص اهوت التريننج وفي البريدكت عندي اهوت، كان عندك الموديل بيساوي او الموديل دوت بريدكت اكس تيست زي ما انت شايف كده، وطلع لك الاوتبوت ده كده. طب لو انا عاوز مثلا اخد اول مثلا 10 صور بس، او اول مثلا صوره كام، خمسه او الكلام ده كله، فطبعا انا ممكن اعمل برنت عادي جدا. مثلا اقول له بس لازم يكون الاوتبوت ده تحطه في متغير، يعني اقول له مثلا اوتبوت بيساوي كذا، واقول له برنت ايه، برنت الاوتبوت بتاع مين، بتاع مثلا رقم خمسة، اللي هي الصورة رقم خمسة. فلما نيجي نرن السطر ده كده هيجيب لي بس الاوتبوت بتاع مين، بتاع الصورة رقم خمسة. يعني الصورة رقم خمسة اللي دخلت في التيست هتبقى المفروض هي رقم واحد، لان ده زيرو، فده رقم هيبقى رقمها كام، هيبقى رقمها واحد. طب لو انا عاوز اطبع مثلا اعداد كبيرة شوية، ممكن اعمل فور لوب، يعني ممكن اقول له فور اي ان رينج، واجي افتح كده اقول له مثلا انا عاوز اول 10 مثلا، وبعد كده اقول له ايه، اطبع لي بتاع الاوتبوت اوف الاي. فلما اجي اعمل رن هيطبع لي مثلا مين، هنا في النقطتين بتوع الايه، بتوع الفور الاندنتيشن بالشكل ده كده. فهيجي يطبع لي ايه، ادي اول 10 ريزلت عندك. يعني ايه اول 10 ريزلت؟ يعني الصوره الاولى اللي دخلت في التيست المفروض هتبقى رقمها كام، هتبقى رقمها 7، والصوره الثانيه هتبقى رقمها 0 1، هتبقى رقمها 2، ودي هتبقى رقمها 1، ودي رقمها 0، وهكذا وانت ماشي كده لحد ما ايه، لان كل واحده من دي بتوضح لك الاوتبوت بتاعك كام. دي عدد طبعا الكلاسز الموجوده عندك، فدي الكلاس رقم كام، الكلاس ده رقم 7. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا بقى الاكزامبل الاولاني ده، عاوزين نطبق نفس الفكره بس بشكل مختلف شويه. انت طبعا متعود انت بتبني كل مره بسطر مختلف، تقول له مثلا هنا الموديل بيساوي تنسور فلو دوت كيرس دوت مودلز دوت سيكوينشال، ادي اول لاير بتاعت دي، اول ده قصدي اللي هو بيعمل النيورال نتورك. وبعد كده ادي اول لير عندي اللي هي بتاعه الانبوت، وبعد كده الهيد لير، وبعد كده دي خاصيه الدرو اوت لو بيمسح عشوائي، وبعد كده الاوتبوت. طيب انا ممكن اعمل الكلام ده كله في سطر واحد؟ ينفع تعمل الكلام ده كله في سطر واحد. ازاي؟ هاجي اقول له الموديل بيساوي تنسور فلو دوت كيرس دوت مودلز دوت سيكوينشال، ديت اللي هي النيورال نتورك اللي احنا قلنا عليها اللي هو بيبنيها، وابدا جواها بقى افتح قوس واحط كل لير افصلها ما بين بكومه، بس كل اللايرز دي كلها محطوطه ما بين ايه، ما بين قوس اللي انت شايفه ده كده. بفتح القوس وابدا احطه ايه بالشكل ده كده، لو احنا عاوزين بس الدنيا تكون اوضح شويه اهوت. وبعد كده اللي هي الايه بالشكل ده كده. طبعا هو ده نفس الكلام اللي احنا عملناه، بس الفكره ان هو هنا بيقول لي ايه، بيقول لي انت عندك ممكن تعمل خاصيه يعني زياده، انت ممكن تيجي على السيكونش اللي تحط جواها ايه، جواها كل اللايرز وتفصلها بس بكوماز بدل ما تعمل كل سطر لوحده. هو ده نفس الكلام اللي معمول فوق، بس طبعا هنا مزود بقى لاير جديده، يعني ممكن تزود هنا لاير اللي هي هيد اللاير جديده عادي جدا، مفيش اي مشكله. تمام كده يا شباب؟